جيت من بيت اهلي افقد بيتي، لقيت الحوض تبعت الارانب هنا مدمره، غير طبعا بيتي التشققات اللي في بيتي هذه لقيتها مدمره، والارانب كلها ميته والاسبسط كله واقع. هي اكبر مشروعي واعمل مشروع ثاني حتى اوفر كمان لبنات، يعني الرجال ايش بدهم من تعليم من اشي وتظبيط بيتي. المشروع قدام اخذنا دوره 5 ايام، والخمس ايام هذه تعلمت منها اشي كثير، كيف المشروع، كيف ادخل على المشروع اللي بدي اياه، كيف اديره. طبعا اول دفعه بعد التدريب الخمس ايام نزلوا لنا دفعه اولى، الدفعه الاولى شاركت فيها القفاص، شاركت فيها البراميل، شاركت فيها العلفات، هذا اول دفعه. طبعا ما في بنزازات والعلف وبراميل الميه، وهذا اول دفعه. ثاني دفعه في التدريب، ثاني دفعه عطونا شريت الارانب، شريت الارانب وشريت الادويه للارانب. وثالث دفعه، ثاني دفعه شريت طبعا العلف، ثالث دفعه شريت كمان دفعه ارانب ودفعه كمان علف.